للأستاذ لحسن سيسي. لقد ازداد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960، نال شهادة البكالوريا سنة 1984، حصل على شهادة الإجازة بمدينة الدار البيضاء سنة 1989، ثم حاز على دبلوم مركز تكوين المعلمين بمدينة آسفي سنة 1990، وأحيل على التقاعد نهاية هذا الموسم 2022-2023. لحسن سيسي، مسار دراسي حافل بالنجاحات. فقد تلقى تعليمه الابتدائي من سنة 1968 إلى سنة 1972 بمدرسة الرافعي، ومن 1972 إلى سنة 1975 بمدرسة الحسنية بالمسيك. أما التعليم الإعدادي والثانوي فقد درسه من سنة 1975 إلى سنة 1984 بثانوية الرشاد لارمتاج. أما بخصوص دراسته الجامعية فقد كانت من سنة 1984 إلى سنة 1989 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنسيك. الأستاذ لحسن، مسار مهني مليء بالإنجازات. فقد اشتغل بمجموعة مدارس أكينات بمديرية طاطا من 17 شتنبر 1990 إلى 30 يونيو 1995، كما عمل بمجموعة مدارس المعاشات بمديرية ستات من 16 شتنبر 1995 إلى غاية 15 شتنبر 1999، وبعدها انتقل للعمل بمجموعة مدارس سوق الأربعاء بنفس المديرية مديرية ستات من يوم 20 شتنبر 1999 إلى 10 يوليوز 2018، ثم درس بمدرسة محمد بن حمو الكميلي بمديرية برشيد من 5 شتنبر سنة 2018 إلى أن أحيل على التقاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كدائنا الإخوة كشي لباس إلى الأخ سيسي، مبروك التقاعد ديالك ومبروك لك السيد الله يجعل بما تبقى يدوس في طاعة الله كشي بخير. جميع الإخوان كنسلم عليكم، الأخ توفيق والأخ سيسي راه صديق ديالي بزاف، قاعد وزنا واحد السنوات، سنوات جميلة جدا رغم قصابة الطبيعة. كنصاوب كتجمع ليا مع واحد ذكريات جميلة جدا. أول ذكريات هو أن الله عطى واحد النعمة سبحان الله العظيم، غايحط راسو ينعس. كنت نبوت نبات وأنا وياه في واحد البيت، غايطفي الشمعة ينعس وخلينا نتقلب. والخطرة قلت لي تعال، أش قلت في راسي تعال أش غندير،
فاش ما بديت كنهضر مع تيطيب الناس ديالي وعيق بيا ويقول لي ابا حسو راني عاطيك السيميتر وحط راسو هو يمشي وخلاني انا كنتقلب. ثانيا ديك الثانية هو كنا كنمشي انا وياه في واحد الموطور بلاندي كان عنده بلاندي مزيان واحد راه جاي تا كيعاود معايا للبنك كنتيري الفيرمون دخلت مشيت بلاه تيرا بغينا نوض الموطور ما نرسي الموطور وبقى يشوف فيا هي هاد الموطور ود الحرب ها كيحس بيا متخلص كيخسر ليا وبقيت كنضحك هكا وانا كاين ذكريات بزاف نسيت وكنشكر توفيق الرجل الحيوي بزاف اللي في الممشى بحال المسك في الممشى كيخلي الريحه ديالو سبحان الله العظيم هذاك الرجل طيب ومثقف ونشكر جميع ومبروك الاخ الحسن ونتمنوا لك الله واحد الحجه وما تبقاش في الدار انا كنعرفك في كشي لا انتقادات على بركتي في الدار غتبقى تقول لهم راه هادي بارحة هادي حارة هادي مسوسة أفطر وخرج كيما كندير تغدى ونعس ونوض وخرج والسلام عليكم ورحمة الله وكنتمنى نجي عندك أودي أحسن وسمح لي شي ظروف طاري أحسن سمح لي بزاف وبلغ سلامي للأولاد والزوجة وشكرا لجميع الإخوة اللي حاضرين لهذا التكريم وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم بارك لأستاذنا الذي أمضى سنوات عمره في خدمة العلم وتربية الأجيال تقاعده، أسألك يا الله أن تجازيه خير الجزاء على ما قدمه وأن تجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقه الصحة والسعادة وافتح له أبواب الخير والبركة في حياته بعد التقاعد، واجعله من الذين تقول لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم انزل عليه السكينة والرحمة والبركة واجعله في قافلة الصالحين والمحسنين. اللهم ارزقه حياة هنيئة بعد التقاعد وانعم عليه بالصحة والعافية واجعل أيامه مليئة بالخير والسعادة. اللهم أسعده في حياته واجعل له القبول والقوة لبذل مزيد من الخدمة والنفع للمجتمع، واجعل تجاربه ومعرفته مصدرا للإلهام والإرشاد للآخرين. اللهم اجعله ذخرا لأسرته ومحبيه ولا تحرمهم من بركته ونعمته. اللهم اجعله من الذين يعملون لصالح الأمة ويسعون في خدمة العلم والتربية، واجعله من الذين يحققون الخير والرقي في المجتمع. اللهم أعنه على قضاء حوائجه وتحقيق أمانيه في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لحنا